صباح الخير من جديد. اللون البنفسجي للورد والنباتات هي من أحلى الألوان اللي ممكن نحطها بحديقتنا، خصوصا هلأ خلال فصل الربيع. رح نحكي عن التفتيح البنفسجي ونباتات مختلفة، خمس نباتات اليوم رح نحكي عنها مع المهندسة أمل القمري، طبعا تتمتع باللون البنفسجي المميز. صباح الخير أمل. صباح الخير، كيف حالك؟ العافية، تمام. شو أخبارك؟ أهلا وسهلا فيك. يعني زي ما حكينا اليوم موضوعنا عن التفتيح البنفسجي. اللون البنفسجي من أكثر الألوان اللي بتعمل هيك تفتيح وبتعطي الربيع وحس الربيع، فاحكي لنا ايش اكثر شيء بيميز اللون البنفسجي بالنباتات. هلا صباح الخير لكل المشاهدين. احنا اليوم يعني انا حبيت اتخصص شوي لانه احنا دائما بنحكي عن النباتات والوانها، اليوم احنا حابين هلا من خبرتنا الناس بتحب اللون البنفسجي، صح. لانه زي ما حكيتي بيعمل زي تفاوت الوان بالجنين كتير حلو، اللي هو درجات الازرق والبنفسجي. فجبنا يعني صورنا شوية نباتات بتفتح بهذا الوقت، نعم، بأول الربيع بطرق نمو مختلفة، منها الزاحف، منها القائم، شرب يعني أو شجيرة، عشان الناس تتبلش تحفظ. واللي لاحظته فعلا أنه يعني بوجه تحية لكل اللي عم بيشاهدونا، لأنه عن جد عن جد ما تتخيلي مايس الستات قديش عم بكتبوا أسماء. يعني أنا عم بيجيني تليفونات وإنه بدي أبعث لك أسماء النباتات اللي أنت حكيتي عنها، فكتير حلو إنه الستات عم تحفظ. حلو، وهذا إشي حلو عشان تقدر تقرر وين بدك تحطي نباتك. ممتاز. يعني هلا زي ما حكينا احنا بدنا نقدم خمس انواع نباتات تتميز باللون البنفسجي، صح. وممكن انه يحصلوا عليها، هي هلا متداوله وموجوده بمحلات بالزبط. الورد لحتى بالزبط. نقدر نعتني فيها ونحطها بحدائقنا ونتمتع بالزبط. بلونها البنفسجي بالزبط. حلو. طيب احنا في عنا هلا فيديو رح نبلش نستعرضه، وفي عنا هون نبتتين هي زي سامبلز يعني او عينات. تنتين منهم صراحه يعني هم خمسه واحنا صورناهم. هلا اول شيء معنا على الكاميرا الفيربينا. الفيربينا نبتة هلا موجودة بالسوق كتير، هلا هيك رح نمشي معناته نذكر اسماء. هاي كونفالفولس هي معنا هلا بالاستوديو. الكونفالفولس نبتة كتير حلوة، لونها البنفسجي بميزها، خضارها الحلو. هلا هاي الكونفالفولس بتفتح بهذا الوقت من السنة، بتفتح بشهر تقريبا بتضل لاخر خمسة. الحلو انه خضارها كثيف. هلا عشان نميز بدنا نميز الورقة لما بدنا نحكي عن النبتة. هاي النبتة اسمها أونوثيرا. صراحة هاي النبتة هي عزهر أكتر، يمكن فاتح شوي، يعني بنفسجي فاتح كتير. هاي بالضبط. هلا الأونوثيرا برضو بتفتح بهذا الوقت. رجع للكونفالفولس، لا هاي فينكا ميجر. أوكي. الفينكا ميجر برضو إذا الناس بتاخد الأسماء بتقدر بعدين تميز. هذا الآيرس السوسن. فالآيرس برضو من النوع من الأبصال اللي بفتح بهذا الوقت. وفي عنا السولانوم اللي أنت هلأ شايفتيه واللي هو معنا هلأ بالاستوديو. أوكي. السولانوم نبتة رائعة جدا. شجيرة. بتعلى، ممكن إذا أصقصتها بطريقة صح أحصل على متسلقة. نعم. صراحة هدول النباتات بيختلفوا بطريقة النمو. إذا بدنا نرجع نعيد، عندنا الكونفالفولس إذا بتحبي اللي هي موجودة عنا هون، بس زي ما شفناها بالحديقة كتير هي كانت مليانة غنية أكتر. بالضبط. وفي عنا اللي هي الفيربينا اللي هي طلعت أول صورة. هدول التنتين نموهم زاحف، يعني ما حيعلو. فأنا بحطهم إما زي ما شفنا بالقوار، أو بحطهم مثلا على الأرض ground cover زي ما بنقول، بتغطي الأرض كلياتها. هلا أكيد الكونفالفولس بفتح، الفيربينا بتفتح طول الصيف. أوكي. هلا بس أخلص تفتيح بتضلها تجدد. الكونفالفولس بيوقف تفتيحه يعني بعد شهر 6 7 8 ما في تفتيح، هو الأصل ما يرجع يفتح. لكن صراحة أقول لك الجو ما يعني ما عدتي تحذري عليه. العام تأخر الشتاء فرجع الكونفالفولس فتح مرة تانية بعد ما قصناه. خلص تفتيحه وقصناه ورجع فتح. عرفتي؟ فحتى خضاره حلو. يعني اللي بده يغطي أرضه مش بنجيل، مش بدايكوندرا، مش بمسطح أخضر، وعفوا ما حيندعس عليه. الكونفالفولس حل كتير حلو وسهل. أوكي. يعني للخضار سواء ما كان في الورد ومع الورد بيحلي أكثر. ورقته حلوة وخضار. وهلأ بموسمه بكتير بيكون كثيف. مش معقول هلأ بتشوفيه. يعني هلأ المنظر اللي شفناه على الشاشة مش مفتح 100%، احنا لسه باول سيزن. فهو لسه بدايه تفتيحه، ويمكن لاحظوا مشاهدينا انه في حوض مفتح وحوض لا. سمبلي لانه الحوض اللي مقابل للشمس طول الوقت فتح، الحوض اللي يعني الشمس لسه مش جاي عليه 100%. وبتنسيش ما في عندنا الحم لسه طبعا 100%. صح، لسه الدنيا مش كتير، فبعد فتره حتلاقيه كله مزهر كله. يعني بتشوفيه كله، بس في نقطه انه بالليل بتسكر هاي الزهره.
لما بتروح الشمس بتسكر بس ترجع تفتح ثاني. بالضبط عادي بنستنى. طيب ايش في كمان من النباتات اللي عرضناها؟ اللي هي السولانوم. السولانوم نبتة شجيرة بتعلى بتفرع كتير وبتعبي كتير، بتضل مفتحة طول الصيف. وهذا إشي إحنا دائما بنقول، إحنا السيكونس أو ترتيب إزهار نباتاتي كتير إشي مهم بالجنينة. يعني إذا بدنا نحكي بترتيب، هلأ الآيرس أو البصل السوسن اللي طلع معنا هلأ ببلش يطفي، فأنا بدي أزرع جنبه إشي مزهر، عرفتي، مشان يصير في عندي ترتيب بتفتيح الحديقة. أوكي. الآيرس طفى، خضاره حلو وغريب، بزرع جنبه مثلا حسب الوضع طبعا والحوض، اما سولانوم، لانه السولانوم ما بنقلق فيها بتضلها مفتحه طول الصيف. هلا في صاروا طبعا يعني طريقه القص شوي بتغير شكل النبته، فالنبته اللي شفناها معنا على الشاشه كانت عباره عن هاف ستاند، احنا بنقولها اوتوبياري، اللي هي طابه وساق. فهي نتيجه القص هيك صار. هلا اذا انا حابه اغطي حيط عندي او اطلع السولانوم تعلى ما في مشكله، بصير افضي من تحت شوي زي ما احنا بنربي المتسلقات بهالطريقه، انه نخفف من تحت مشان تعطيني النموات لفوق اكثر. اوكي. فالسولانوم كثير شيء حلو. هلا في واحدة من النباتات طلعت معنا سريعا اللي هي الفينكا الميجر. فينكا ميجر من النباتات برضو اللي ما بتعلى، بتغطي الارض، يعني low maintenance، ما بدها كتير عناية، ديرة بال زي ما بقولوا، وتفتيحتها كتير قريبة من الconvolvulus. الفرق بس بالورقة، الزهرة شوي مختلفة، الورقة هديك بتلمع أكتر. فينكا ميجر وهاي convolvulus، فاختلاف الورقة اختلاف شوي بالزهرة لكن اللون نفسه. فأنت لما بدك تحددي نبتتك، هل بدي إياها ما تعلى؟ هل بدي إياها تعلى لمستوى معين؟ ارتفاعات النبتة كتير مهمة، لازم أكون عارفة عشان ما أزرع إشي طويل قدام إشي قصير. لأنه إذا ما في معرفة بهذا الموضوع بتصفي أنت لما تزرعي، بصير بين نباتاتك أوفرلاب، ممكن أنت تخفي نبتة قصيرة ورا النبتة الطويلة، ما يبين جماليتها. بالضبط. يعني هلأ السولانوم مثلا اللي معنا بالاستوديو هاي الكبيرة تعلى كتير، فما بقدر ازرع مثلا وراها الكونفولفولس، خلينا نقول الجراوند كفر، فبصفي ما حتبين الا اذا قدامها وبدي اغطي الارضيه كلياتها مثلا. يعني عرفتي. طيب ايش كمان نباتات اللي احنا عرضناها يعني من خلال الفيديو؟ هلا الاونوثيرا اللي هي انت حكيتي عنها انها بنفسجي فاتح كتير او بينك الفاتحه. هلا الاونوثيرا مش كتير بيعرفوها الناس، وهي شحيحه شوي في البلد لكن ممكن نلاقيها، مش صعب. الاونوثيرا كتير حلوه تفتيحتها بهذا الوقت برضه. شوفي، هو يعني عندك السوسن أو الآيرس والكونفولفولس والأونوثيرا، هدول بفتحوا بهذا الوقت. بعدين بصفي خضار، يعني إذا قطعنا شهر خمسة بتصفي بس خضار. طيب. فهلأ قرارك أنت كصاحبة جنينة، هل أنا بدي هذا الحكي؟ هل يعني بخدم زي ما بقولوا فكرتي واللاندسكيب تبعي بالحديقة والطلب تبعي برضو؟ بالضبط. فإذا أنت حابة هيك إشي مش غلط. يعني كمان الآيرس كتير حلو طبعاً. يعني حلو انك تشوفيه حتى لو بفتره قصيره، وهو بتكاثر، يعني بصير بكتر مع الوقت. يعني بصير زي ما بنعرف البصل بيجي يعني بكتر اكثر بالارض، فحلو اني انظم ارتفاعاتي وحديقتي بالطريقه المناسبه. هلا بحب احكي شغله، انه هدول مش كل النباتات يعني البنفسجي. هلا احنا قبل فتره حكينا عن الجاكرندا، اللي انا بحب اذكرها سريعا. الجاكرندا هي متسلقه ودائما هلا بعمان مفتحه بلشت تطفي، ودائما الناس انه ايش اللي عليها اطوف بنفسجي، ايش اللي عليها اطوف؟ فهي الجاكرندا متسلقه بتفتح على خشب قبل الورق. هلا مرات بيكون طالع ورق بسيط، لكن هي نبته كثير حلوه، عرضناها بحلقه خارجيه كانت والكل حبها صراحه، كانت رده الفعل حلوه. برضو حلوه اذا انا ما بدي، هلا اذا انا بدي تفتيح الجاكرندا مثلا بالوقت هذا، بخلط معها متسلقة تانية مثلا ياسمين. فبصفي خلصت الجاكرندا بفتح إشي تاني. وبضل خضار الجاكرندا. حكيتي نقطة كتير مهمة، وستيريا، آسفة، اسمها الوستيريا المتسلقة. وستيريا. الجاكرندا بنفسجي بس هي شجرة. أوكي. فهدول برضو في خلط بينهم. أوكي. يعني أنت كمان حكيتي نقطة كتير مهمة، أمل، إنه قدي دائما نشوف إنه أطوال وقديش بتوصل هاي النبتة لحتى ما تغطي نبتة على أخرى. صح. عشان ضلنا متمتعين بجمالية الحديقة أو الجنينة اللي عنا. طب هلأ من بين الخمس نباتات بدنا الصافي، هلأ من بين الخمس نباتات بدنا هلأ إنه البنفسجي يطلع إيش؟ هلأ الكونفولفولس. كونفولفولس. السولانوم.
وإذا بدك هلأ هلأ وبالصيف السولانوم، يعني روحي للسولانوم. بس هل أنت إيش بدك إياها؟ لا السولانوم بشرب أو شجيرة. فأنت هل بدك إياها؟ هون السؤال. إذا بدك أرضية وتفتح اللي هي الفينكا ميجر والكونفولفلس. على فكرة الفينكا ميجر والكونفولفلس هم تنتين أرضية، نباتات أرضية. هلأ الفرق بينهم إنه الكونفولفلس بيوقف تفتيح، الفينكا ميجر ما بتوقف تفتيح. أوكي. بتضل. هلأ شايفة شو الكونفولفلس بتوقف بالصيف بالضبط، يعني هلا يعني بشهر خمسة بتوقف، يعني بتضلها تقريبا بشهر خمسة. الفينكا ميجر لا ما بتوقف، بتضلها مستمرة، بتضلها تفتح طول يعني الصيف. علينا بالفينكا ميجر بالضبط، هذا الصف اللي اخذته انا على الحلقه. شوفي بصراحه الفينكا ميجر كثير سهله كمان، وهي سهله الكونفولفلس، بس انه هذيك التفتيح كمان بهمنا انه تضلها مفتحه باستمرار. اوكي. طب امل انا بدي اتشكرك شكرا كثير، لانه كثير حلو قد ايه انه احنا هلا مثلا بدنا نتخصص بالالوان. كثير ناس بتفضل الوان معينه، البنفسجي من احلى الالوان اللي بلشنا فيها. ممكن بالفقرات القادمة في ألوان تانية، لأنه بنشوف ألوان كمان التانية. اللي يعني هلا في ناس ممكن ما بيحب البنفسجي، يعني أنا شخصياً بحب الناس اللي كتير بحبه، وأنا كمان. بس إنه في ناس مثلاً بيحب الأصفر، بيحب طبيعي إحنا عندنا كتير أشياء وألوان، لكن البنفسجي فيه كمية منيحة وفيه خلط، يعني زي ما قلت لك هلا في نبتتين جراوند كفر بس مثلاً بتفتيح مختلف. أوكي. فإحنا هاي اللي إن شاء الله إنه الفكرة اللي بدنا نقدم لهم إياها، إن شاء الله توصل لفكرتنا، وإن شاء الله دائما الحدائق كلها تكون حلوة ومزهوة بأحلى الألوان. بدي أتشكرك المهندسة أمل القيمري، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.